جوايدك جوج ونص ديال النهار. كنت انا هنا الصباح سقيت كيف ديما عادي، لقيت الغدا هوت للدار، تعيطوا عليا قالوا جرى العافيه شاعله. شكون اللي دارها؟ الله اعلم. هي راه فعل فاعل، لحقاش شعلات هنا وشعلات واحد البلاصه اخرى في الزيتون الفوق، هي فعل فاعل ما فيهاش تخرشيش. وعيطنا للوقايه المدنيه، عيطنا للقايد السلطه وداكشي، جاوا حضروا في العين المكان، وجاوا في الوقت المناسب، جات القايده، جا القايد، جا المقدم، يعني الناس وقفوا. المشكل اللي صبنا هو ان هنا ما عندناش الطريق منين ندوزو المعدات ديال الوقايه المدنيه. جاوا اصحاب الوقايه المدنيه ولكن ما صابوش منين ندوزو الطريق هنا خاصنا، وهذا هو المشكل تنصيبوه ديما. فين ما شعلات العافيه تنصيبوا هذا المشكل ديال الطريق باش يجيونا العربات ديال الاطفاء. هذه اشكاليه الاولى. بالنسبه لهذه القضيه ديال العافيه راه تتوقع هكا مره ديما، وفعل فاعل ماشي. جات المخزن داروا اللي عليهم، سولوا، وقف القايد معنا، نيت وقفات القايده، ولكن جهجان فوق جهجان بان الطريق هي الرئيسيه اللي هذا المشكل الوحيد اللي عندنا، واللي هو ضروري ان الطريق ما كايناش عندنا. لا منين يطلع المخزن، منين يطلع كل العربات ديال الاطفاء، يعني هذا مشكل عندنا هنا. تنطالبوا من السلطات انها دير حل، وحل عما قارب، لان راه كارثه. الا جاب الله وقع هادشي، يكون هادشي وقع بالليل، لو كان هادي اللي مكلاسيا منطقة خضراء زون فيرت، الغد اللي نصيبوها فخر. هاد الجنة اللي حنا واقفين فيه حاليا، كاين هذا السيد جاري، وهذا اللي هنايا اللي قدامي هنايا، هذا ديال الأوقاف، تحرقوا هنا ثلاثة الشجرات ديال الأوقاف، ملي تحرقوا هنايا، وهذه هي الثالثة في المرات هو كيتحرق هادشي. وخاصنا الطريق منين ندوز البومبية، وخاصنا الأمن باش يحميونا من هنا، خصنا نشوفوا لنا شي طريقه، وخصنا داك الزرب، ديك الطريقه ديال الزرب اللي كاينه دابا عشوائيه ديال ما قبل التاريخ، راه ما خصهاش تبقى تكون، ديال دير الشد، دير هذه، دير العواد، دير هذه، خص يكون الكرياج، خص يكون الكرياج، وخص الاداره تساعدنا، وخص الدوله هي تساعد هاد الناس هادو، خصها هي تساعدهم، باش ما تبقاش كون نوبه تشعل العافيه. ما خصناش نبقاو كل عام تشعل العافيه، كنديروا عود كتشعل فيه العافيه، خصنا نديروا الحديد، الشبكه كما كيديروا الاخرين. الا كانت ممنوعه يقولنا سبب المنع ديالها علاش، ولا كانت حق خصنا نزربو بالكرياج، وما عندش الواحد الحق يحبس، سواء كان ناظر ديال الاوقاف او غير ناظر ديال الاوقاف، لحقاش مادام تيزرب راه كيامن هذيك الارض ديال الاوقاف، ومادام تيزرب راه كيامن الارض ديالو، ما خاصش شي واحد يحبسو. دابا ولينا خايفين لا تعدنا العافيه، لان اش غادي تزرب؟ يلاه دابا قول لي اش غادي نديرو، اش منزرب غادي نديرو؟ يلاه غادي نجيبو العواد ثاني كما درنا في الاول، ثاني غادي تحرقوا نفس المشكل، ما كاين حتى حاجه. يعني خصنا شي حاجه، يعني خصنا نديروا شي جلسه مع الاداره اللي مسؤوله باش نشوفوا شي حل لهذا المشكل هذا، ماشي خصنا نبقاو عا كل عام نتحرقوا. دابا هنا شعلت ثلاثه المرات اللي شعلت هنايا، هذه هي المره الثالثه اللي كتشعل العافيه في هنايا، شعلت واحد المره هنا وشعلت واحد المره لهي، ودابا حاليا في هذه الحاله اللي حنا كنهضروا فيها، راه قالوا لي شعل شي واحد شعلت ثاني الفوق دابا في هذه الساعه هذه اللي حنا كنهضروا فيها. ضرب جينا خويا عند هاد الصديق ديالي شعلت فيه العافيه، المهم شدات هنا في هاد المنطقه هاديها، وطلعنا المهم وتعاوننا، وكل تيدير شويه المهم طفينا، طلعات السلطات المهم وسميتو رجال المطافي، ولكن الطريق اللي ما لقاوش منين يدوزو الصراحه، الطريق ما كايناش ضيقه بزاف هادشي. ومهم تنعاونوا عاب الساقيه والدراري الله يكثر خيرهم تا هما، والسلطات، وكل تيدير شويه المجهود ديالو. المهم هادشي هو المهم، وتغلبنا عليه الحمد لله، طفيناها. هادشي هو عاد الدري كاين الاضرار اخويا بالنسبه لهاد السيد اسماعيل، ضعف الشجر بزاف، تكون شي 120 شجره كوك اللي كلات العصا، بين البرقوق والمشماش والزيتون، واكلة العصا، وعندو واحد البراكه ديالو حتى هي داير فيها الحويجات ديالو، وداكشي داير واحد البراكه ديالو داير فيها الحويجات ديالو ورزقه وداكشي، حتى هي تحرقات طارت لها العافيه. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.